طيب تحدثنا عن الجديد بالسينما في موضوعنا الأول، والكلاسيكي منها في موضوعنا الثاني. أعتقد جاء الوقت شوي أن ننوع كذلك ونتكلم عن مسلسل. حديثنا في موضوعنا الثالث هو مسلسل درامي بحت جدا، مقدم من قناة HBO ومعروض حاليا على قناة OSN، مسلسل اسمه I Know This Much Is True. If she would have just let me raise him the way he should have been raised, maybe he would have ended up on the bottom the way he did. Ray, he's a paranoid schizophrenic. هذا العمل مقدم مثل ما أسلفت من قناة HBO، القناة الحريصة جدا من وجهة نظري على تقديم أبرز أعمالها بطابع قصصي بالغ جدا بالعمق، وهذا هو الصحيح من وجهة نظري لو سألتني. أنك تبدأ بتقييم الأعمال أولا بناء على قصصها وطريقة كتابتها على ورق، فالأفلام والمسلسلات في بدايتها أكيد كانت قصص مكتوبة على ورق، ومن هنا الانطلاقة الحقيقية لكل الأفلام اللي هو السكريبت. There was an incident. مسلسل قصير أمريكي مكون من 6 حلقات فقط، وتصنيف الدراما بحت. محبي الدراما هذا العمل جدا مناسب بالنسبة لكم، محبي الأفلام والمسلسلات الأخرى بمختلف التصنيفات هذا العمل بعيد كل البعد عن الأشياء اللي ممكن تحبونها. هذا العمل مثير للاهتمام وبقوة، قصته وأداء الممثل مارك رافلو فيه بالتحديد يعطي دور شخصيتين وليست شخصية واحدة كتمثيل. القصة بكل بساطة تتكلم عن حياة أخوين توأم والصدامات اللي يمرون فيها في حياتهم منذ الطفولة وحتى بلوغهم لسن 40. الأخوين لم يعرفون أباهم قط، وقد تمت تربيتهم من زوج أمهم، الرجل اللي كان شديد وحاد جدا في طباعه وتربيته بسبب كون خلفيته العسكرية في الجيش، فبالتالي رجل رأى الكثير من المآسي فأصبح شديد في المعاملة. ظروف كثيرة مرت فيها هذه الشخصيتين أو هذول الأخوين جعلت من واحد منهم مصاب بمرض نفسي، والآخر يعاني بسبب أخوه ويتخذ كثير من القرارات اللي قد تفسد مستقبله بسبب هذه الظروف. المسلسل عظيم جدا من عدة نواحي بالنسبة لي شخصيا، بل أرى أنه من أفضل الأعمال المسلسلاتية في الدراما في هذه السنة. أولا طريقة كتابة القصة والحوارات تجعلك كمشاهد لا تعرف على من تحقد بالضبط. هل تحقد مثلا على زوج الأم بسبب بعض تصرفاته في أثناء مجريات الحلقات؟ إلا أنك بعد المتابعة كذلك ستجد الكثير من الأعذار اللي جعلته على ما هو عليه. بالمقابل هل تحقد على الأم اللي دفنت الأسرار وجعلت هذين الطفلين يمرون بتساؤل طويل الأمد، بل أنهم لم يعرفوا حقيقة أباهم قط، وهذا الشيء اللي يجعلهم يشعرون بالنقص والغضب بسببه. أو تحقد على أحد الأخوين مثلا اللي أفسد حياة الآخر بالكثير من الأمور، ولعل من أقربها واللي بدون حرق الجامعة. Your brother was placed in a forensic hospital because he's seriously mentally ill. تفاصيل عظيمة في قصة هذا العمل جعلت مني أتوقف في كثير من مواضع لتأمل القصة ومعاناة العائلة بشكل عام. كثير من الألم يقابل عدد من الحكم، كثير من الدراما تقابلها عدد من الحوارات الرائعة جدا. إن سألتني هذا هو التجسيد الحقيقي لما يجب أن تكون عليه المسلسلات الخليجية، لأن المسلسلات الخليجية دائما ما تعتمد على عنصر الدراما أو العنصر الدرامي العائلي خليني أقول في مسلسلاتها، وبالتالي أتمنى أن تتعلم الصناعة الدرامية الخليجية جزء بسيط من هذا العمل وتستفيد. كذلك من الأمور العظيمة في هذا العمل التمثيل اللي لابد من ذكره. جميع الأدوار كانت رائعة من ناحية الأداء التمثيلي الدرامي، ولكن الممثل الرئيسي لابد أن تكون لنا وقفة معه. مارك رافلو هو من يقوم بتمثيل دور الأخوين وليس واحد فقط، بما أنهم توأم تم اختيار الممثل على أنه يلعب دورين وليس دور واحد فقط، وهذا الرجل أدى الدورين رغم الاختلاف بشكل كبير جدا، أحدهم مريض والآخر معتني. رجل واحد يلعب دور التوأم، كل واحد منهم مختلف بمشاهده بعباراته ومظهره وطريقة تمثيله، ولعل أفضل اللقطات في هذا المسلسل ستجد بأنها اللقطات اللي تجمع الأخوين اللي بالمناسبة هم ممثل واحد، مزيج ما بين جودة التمثيل اللي جعلت الممثل متقن لدورين بنفس الوقت، وكذلك جودة المؤثرات اللي تجعل هذا الممثل موجود في نفس الصورة مرتين كأنه أخوين وهو في الواقع ممثل واحد. I need you to stand up for me for once.
بالنهاية هذا العمل فاق كل التوقعات بالنسبة لي حينما بدأت بمتابعته، بل أني أعتقد بأنه سيفوز بجائزة الإيمي الخاصة في المسلسلات في هذه السنة في تصنيف الأفلام القصيرة. موسم واحد 6 حلقات وتنتهي قصة I know this much is true. صحيح أن العنوان طويل، لكن الفحوى في هذا المسلسل عميقة وجميلة جدا. تقييمي لهذا العمل في النهاية هو 9/10. Why do you insist on turning this around on me? Because you're his twin, aren't you?